سميتو وليت مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من نواحي مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من عين حرودة. احنا مع اصغر دراكي في المغرب اللي في العمر ديالو 3 سنوات، اشرف نصر، اللي الحلم ديالو انه يكون دراكي مستقبلا او قائد ديال الدرك، لما لا. يعني دائما كيقول الاب ديالو انه بابا بغيت نكون جندارم، كيخرج للزنقة يسلم على لي جندارم يتلقى معاهم في الطريق. فالحلم ديالو انه يكون دراكي، الاب ديالو حاول يحقق ليه واحد شويه، فخذالو اللبسه. الله يحسن العوال، الانسان كيتقاتل باش يعيش الوليدات وباش تشري هاد اللبسه، وكنعرفوا ان اللبسه كتقام غاليه شويه، فخذالو اللبسه ديالو وكيتمنى حتى هو يعني يستقبلوه رجال الدرك، وان شاء الله يعطيه شي لبسه تكون زوينه. ياك تجي معاك اشرف؟ فرحان. خذ الميكرو. شنو سميتك؟ اشرف. شكون؟ شكون؟ شنيتك؟ نافل. شحال عندك من عام؟ شحال عندك من عام؟ 3 سنين. ها؟ 3 سنين. يا حليل. أشرف، شنو بغيتي تكون ملي تكبر؟ شنو بغيتي تكون؟ كبر اش غتولي؟ كبرتي. كبرتي، عرفناك كبرتي، دابا ملي تكبر بزاف. ملي تكبر اش غتولي؟ كبرت بزاف. واش غتولي؟ اش غتولي؟ ولك البابا. غتولي جدارمي. ولك البابا. غتولي قد بابا وغتولي جدارمي. ان شاء الله. غتولي جندارم، تولي دراكي. علاش هاز الفردي؟ باش تشد المجرمين. ايوا الفردي. هو داك الفردي. هذا اللي قلت لك. او من قتلتي الجمار. دابا اش غتشد؟ تشد المجرمين. اش غتشد؟ هذيك. اش غتشدني؟ هبدا لا اشرف خليها خليها لا راه صافي. لا شوف شوف هاك شوف اشرف، سمع سمع. جميله. جميله جميله. تفضل سي ادريس. السلام عليكم ناصر ادريس. كما كتشوفوا يلا زكا، خلي بابا خلي بابا يهضر، عاد نعطيك انت تهضر. يلا دير دير هذاك على راسك. دير كما كتشوفوا بان الوليد مسكين من صغره سبحان الله العظيم، وكان كيف ما كيشوف الدرك الملكي كيجي عندك يقول لي بابا بابا الدرك ديك الجندار الملكي يقول لي واه يجيو دارك هذا الملك. وهي ديك في المكان كانت القضيه شويه مازمه وهذاك الشيء، وبقيت الحمد لله بقيت دبرت على شي حاجه ديال الفلوس وقلبت على المستحيل. كندخل المواقع الالكترونيه وكندخل نقلب فين كاين هاد الكساوي، وتبقيت لقيت واحد الموقع وانا ندخل عندهم وقلت لهم راه بغيت واحد الكساوه، والحمد لله تحقق لي ذاك الحلم. هذه سنوات وانا كنقلب باش نحقق لهذا الحلم. بغى يقتلني حتى قلت له. كنتمنى تمنيت انه هو تو شي نهار نشوفه بالكسوه ديالو، وكنتمنى من الله ان شاء الله تو يكبر ويكون ولي جون ولي شي جوندار ولا شي حاجه. هذه الامنيه ديالي. وهذا ما كان من شريتيها لي ولبستها شنو كيدير في الزنقه؟ قلتي كيفاش عند الناس راه ولاو الناس كيشوفوه هما كيتسنى واحد الباب باش يخرج عندهم ويبدا يضحك معاهم بهذه الطريقه، كيهز الفرديته ويبدا يقول كيبدا يجري مع الدراري سبحان الله العظيم. انا ملي كنشوف ذاك المنظر كنبقى كتبقى تضحك يا وتبوريشه سبحان الله العظيم. صراحة الحمد لله ملي شفت ولدي لابس كسوه واخا انا كبرت ومت، المهم راه لبسها واحد النهار. اما لا كبر وداك الشيء غنبقى مع مراتي يحقق ذاك الحلم ديالو. وتا بنتي ان شاء الله راه كنتمنى انها تدخل البوليس، راه هي كتقرا في التاسعه وداك الشيء، وكنتمنى من الله حتى هي تكون شي بوليسيه ولا شي حاجه. هذا هو الامل ديالي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كنتمنى ان وليدات كيكونوا وليدات المغرب ويخدموا الوطن. كنكونوا وليداتنا اللي دافعوا على هذا الوطن العزيز تحت القياده الثمينه اللي صاحب جلال الله ينصره. كما كتشوفوا الحمد لله احنا دابا في الله في مرحله جديده، عندنا وليدات باقيين الله صغار وداك الشيء، وكنحلموا حنا نحققوا لهم الحلم انهم يوليو يحميو بلادهم من اعداء الوطن ومن المتربصين بهذا الوطن. ونتمنوا هذا الشيء اللي كنتمنى، هذا هو الامل ديالي ان شاء الله. جلس بلاتي جلس نشوفوك الناس كيش. حيد حيد الفردي، ما خصكش ديرو في فمك. انت دراكي دابا، وريهم وريهم خدمك دابا. دراكي ياك، دير لهم السلام، دير لنا السلام، دير لنا التحيه، دير لهم التحيه، دير لنا التحيه، دير التحيه. قول عيش الملك، يلا قول عيش الملك. ملي قول لي ملي غتكبر اش غدير؟ ملي غتكبر قول لي ملي غتكبر اش غدير؟ ملي غتكبر؟ كبرتي. لا باقا صغير. لا ملي غتكبر بزاف. لا ملي غتكون ملي غتكبر بزاف شنو غدير؟ اش غدير؟ الدندول حيت يموتوا. شكون هما؟ شكون هما؟ شفاره؟ ايه مزيان.
ايوا نتمنى والله تا هو يحقق الحلم ديالو. انا بابا هلا باش تمارس. شنو بغيتي تقول؟ شنو بغيتي تقول للجمهور؟ الجمهور لا شنو تقول للناس اللي كيشوفوك دابا فرحانين كيشوفوك باللبيسه؟ انت دابا فرحان ياك؟ عندك كسوه زوينه. لا 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 عندك كسوه ديالها ياك انت؟ شكون اللي شرالك؟ بابا. ومن غتكبر؟ كبرت. غتولي جدارمي؟ كبرت. كبرتي شحال عندك؟ شحال في عمرك؟ عندي 6 سنين. 6 سنين؟ 3 سنين ماشي سنين، 3 سنين. لا عكس علي بابا علي بابا علي تكلم واخا خلي بابا يهضر. سي دريس يعني كنعرفوا ان انتم كتنتميوا منطقة عين حرودة يعني معروفة بالدرك الملكي ما كيكونش فيها الشرطة، داكشي علاش الابن ديالك اختار انه كيشوف يعني غير الدرك. فيما الحمد لله الدرك الملكي كيجي كيدير هذيك المهمات ديالهم فيما كيشوف كما قلت لك قبيله فيما كيشوفهم مسكين كيجي يهري خلي بابا خلي بابا هو كنخرج وكنديه تا هو كيشوف فيهم وكيسلموا عليه عادي ما كاين حتى شي حاجة الحمد لله. وانت انا بغيت شهر نشوفوا تا هو لابس الكسوة ديالو يعني الحلم ديالك تشوف الحلم ديالك والله هذا هو الحلم ديالي. نتمنى من الله انه يتحقق. كنتمنى انه يستقبلوه القائد هنا ديال هذا شرف لي لانه يستقبلنا السيد القائد الدرك الملكي وزير الدرك الملكي. نتمنى من الله هذا ونتمنى من الله الحلم يتحقق ان شاء الله. ان شاء الله كيقرا دابا فاش كيقرا؟ لا باقي صغير يلاه عاد يلاه غيدخل المدرسه. مازال ان شاء الله. ياك قلتي كبرتي انت باقي ما دخلتي المدرسه. ما دخلتيش المدرسه؟ علاش؟ اذا باقي صغير. أزرق بك ورينا غنشوف نشوفك كبرتي دابا ياك. واو 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 دابا كبرتي. فين الفردي؟ والفردي فين هو؟ وكاين ها هو بابا. نديرو رقم التليفون. مشاو مشاو يلا اجي زيد اجي زيد غنشوف سي ناصر رقم التليفون ديالك 06 49 49 49 48 48 48 87 87 06 49 46 48 87 نتمنى ان شاء الله انه يجيك اتصال يتحقق حلم الابن ديالك من كبر ان شاء الله باذن الله. شوفوا دراك يقد الدنيا ويخدم حتى هو لمصلحه البلاد يعني داكشي اللي ما حققتيش انت في حياتك تشوف الاولاد ديالك ان شاء الله ان شاء الله يحققوا. شنو الامنيه الاخيره؟ شنو الكلمه الاخيره تبغي تقول للجمهور؟ الامنيه ديالي ان كما قلت لكم انا بغيت يدافع على بلاده اول حاجه الكبر ولا شي دراك ولا اللي كان مهم بعدا يحقق امله انه يحمي بلاده. هذا هو الامل ديالي انه يحمي بلاده يحمي بلاده باش انا نمت نمت مرتاح وسميتو الامن البلاد بقى هو كما كاين دابا الحمد لله هو كما كتشوفوا الحمد لله الامن مزيان كلشي مزيان والله يخلينا سيدنا ديما بهاد البلاد غادي في الامن والامان. هذا اللي كنتمنى والله يكون تبارك الله عليك سي ناصر. شكرا لك الله يحفظك وليداتك يا رب. شكرا لكم مشاهدينا انتم على المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.